المزيد من المتابعه ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ جمال رائف الباحث في الشان الدولي. استاذ جمال بعد التحيه، كيف تثمنون قرار الغاء تنظيم منتدى شباب العالم هذا العام وانعكاساته الايجابيه خاصه من اجل توجيه عوائد حقوق الرعايه التي كانت مخصصه في تنظيمه لتنفيذ حزمه كبيره من المبادرات للشباب سواء داخل مصر او خارجها؟ تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. يمكن قرار اداره منتدى شباب العالم بعدم اطلاق النسخه الخامسه بشكلها الاعتيادي والانتقال من فكره النقاش الى فكره التنفيذ، هذا ادراك كبير جدا من اداره المنتدى بالواقع العالمي والواقع الاقليمي بالتالي وحادث هذه المتغيرات الدوليه والاقليميه القائمه لعمل شبابي وتنموي يعني يحتاج الى جهد اضافي، وبالتالي تم تسخير الجرعه حتى من خلال يعني توجيه عقود الرعايه الى تنفيذ هذه المبادرات التي تضم في الحقيقه عده مبادرات مهمه جدا تحقق اهداف انا اعتقد ان هي بالغه الاهميه في ظل هذا التوقيت، سواء متعلقه بتدشين اكبر منصه يعني دوليه للعمل الطوال الشبابي او ما يتعلق بدعم طبعا رجال الاعمال او ما يتعلق بالامن الغذائي وغيرها من المبادرات سوف يتم اطلاقها من خلال منتدى شباب العالم. اعتقد ان هذا يؤكد ان هذا المنتدى بالتاكيد يعني ينطلق الى مرحله جديده في العمل الشبابي ويؤكد على فكره ان الشباب الان ايضا هم شركاء في صناعه المستقبل ليس فقط من خلال الحوار والنقاش ولكن ايضا من خلال الفعل والحراك الشبابي الذي يساهم في تامين المستقبل والوصول الى مستقبل افضل يرتقي وتطلعات وامال الشباب. وذلك يصب في تفعيل دور الشباب في المجتمع المصري بالتأكيد. بشكر حضرتك أستاذ جمال رائف على هذه المداخلة.